الباب الثالث والستون ومئتان. باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ولا تقف ما ليس لك به علم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إن ربك لبالمرصاد والذين لا يشهدون الزور. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.